صلاح أن الخطأ وارد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة. يعني الخطأ ده كان في فترة انتقالية لاتحاد الكرة، وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق، كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية. ماشي، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه. طب لو كان خطأ إداري غير مقصود يبقى مفيش عقاب يا دكتور عمرو. يعني لو خطأ غير مقصود خلاص. عموما قال كمان ان اللجنه تواصلت مع الفيفا لتوضيح اسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، يبقى كده رسميا الفيفا لم يعتمد التصويت المصري. ده كلام دكتور عمرو الجنايني، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الاجراءات. يعني ارجو ان انتوا تكونوا يعني فهمتوا من اللخبطه دي. فهمنا بس كلام الدكتور عمرو الجنايني، قال ان في خطأ وكان خطأ غير مقصود وهيبقى في تحقيق وهيحاسب اللي أخطأ، لكن لو كان في اتحاد ثابت سواء كان او الاتحاد الموجود اللجنة اللي موجودة عمر الكلام ده ما كان هيحصل. ده كلام الدكتور عمرو الجنايني. محمد صلاح كان في حوار مع شبكة CNN الأمريكية، قال ان في لازم يكون في إصلاح لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. ده كلام النجم العالمي محمد صلاح. قال على رئيس اتحاد الكرة القادم اتخاذ خطوات إصلاح. ده كلامه، الكلام ده قاله يعني كلام رسمي لصحيفة أو لشبكة CNN الأمريكية. قال كمان هناك بعض الأخطاء التي سببت الإزعاج لي ولزملائي في منتخب مصر طوال الفترة الماضية. كلام بقى بيتنافى مع الواقع أو اللي بيتقال، آسف مش الواقع، اللي بيتقال، ونأمل أن تنتهي. ده كلام محمد صلاح. على رئيس اتحاد كرة القدم أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه وأن يبدأ خطوات الإصلاح وبطريقة مختلفة. كلمتين وبس على رأي يعني الرائع الراحل فؤاد المهندس، قال كلمتين سطرين وما قالش يعني كلام كتير جدا. والله كلمتين حلوين جدا، يعني لازم نأكد عليهم تاني. قال على رئيس اتحاد الكرة القادم، رئيس اتحاد الكرة القادم، أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه أن يبدأ خطوات الإصلاح وبطريقة مختلفة. دايما بنقول يا جماعة اللي يمسك منصب يبص للمصلحة العامة بس، ما يخافش ما يخافش. طول ما أنت في المصلحة العامة والله العظيم عمرك ما تخاف، لأن أنت بتعمل اللي ربنا، وأكيد ربنا يعني مش هيبقى أو هيقبل ظلم لحد بيشتغل في الصالح العام وبيشتغل بضمير دايما. وحضراتكم بتشوفوا عندنا مثال النادي الأهلي مثال لأي حد، دايما ربنا بينصرنا في الآخر عشان احنا بنشتغل بضمير، بنشتغل بإخلاص، بنشتغل بقمة العطاء، محدش بيبخل أيا كان بيشتغل فين، عشان كده ربنا بيكرمنا في الآخر. هاني دانيال بيعلق على أزمة تصويت لصلاح مع النقاد الرياضيين. مش عارف حضراتكم حابين تسمعوا ولا لا، ما انا يعني كلام كتير جدا وكلام كتير جدا قاله. هو في الاخر قال ان انا اخترت ساديو ماني وان انا صحفي دلوقتي محترف، ده المجمل الكلام، وان انا شغال مش عارف في جورنال ايه موجود في المانيا، ودوري ان اقدم لجريدتي كل التغطيات دون تحديد اذا كانت سياسيه او رياضيه. ده هو بيقول، يعني بيقول ان هو اختار ليه. قال لما حضرت قرعة كأس العالم كنت الصحفي المصري الوحيد هناك وسافرت روسيا على حسابي الشخصي. أنا كل الكلام ده بصراحة. أما عن مسألة عدم تصويته لصلاح، قال هناك خلط، أنا لم أضر بموقف محمد صلاح إطلاقا، لأن رولاندو كان في المركز الثالث بإجمالي تصويت ممثلي الاتحادات الدولية ب 904 صوت، وصلاح حل رابعا ب 357 صوت. فحتى لو أعطيت صوتي الكامل بخمس نقاط لأصبح 361 صوت. في ناس هتقول لك يا دانيال لا ادي له صوتك مش مشكله، الفرق الاصوات ايه يعني، ما دي انت ممكن تبرر ان انا مش شايف ان انا ادي لكريستيانو وادي لميسي، على فكره عادي جدا عادي جدا، لكن ان انت بتبرر ان هو صوتك مش هيضيف كتير للاصوات لا. هو يعني مش ده المبرر بصراحة. يعني أنا ممكن أحترم قرارك إن أنت تقول لا بصراحة أنا شايف إن ميسي أحسن، بصراحة أنا شايف إن كريستيانو أحسن، وده أنا هتسأل على صوتي، أنا أحترمك جدا، لكن إن إحنا نقول إن أنا لو كنت اديته صوتي مش هيفرق كتير، ما أنت ما كنتش تعرف، ما أنت كنت تعرف ولا هما بيعرفوا الأصوات يا جماعة قبل ما يعلنوا عنها؟ حد يرد عليا في الكنترول، هما بيعرفوا الأصوات قبل ما يعلنوا عنها؟ أكيد لا متهيألي.
اكيد لا. فمش بعد ما نعرف قلت يمكن حاجه جديده بقى ان احنا بنعرف الاصوات كده تبقى الموضوع يعني محمد صلاح بقى 19 كريستيانو بقى 20 اكيد لا. طب قال تعاملي مع الصحفيين والمدربين واللاعبين يجعلني اكتشف الاتجاهات والمزاج العام ذاهب لفين، انا اصوت بشكل احترافي وليس انحيازيا. ده كلام على فكره ما حدش يزعل منه، ما حدش يزعل منه. الموضوع لا يجوز شخصنته، برضو انا معاك، ولو كان لي موقف شخصي مع صلاح لما سافرت من المانيا لاسبانيا كي اكتب عنه في نهائي العام الماضي بدوري ابطال اوروبا حينها قال او قلت ان صلاح صانع البهجه. ده كلام حد اي حد يكتبه يعني، مش صلاح فعلا عمل كتير جدا وبيعمل كتير جدا والطبيعي ان احنا نعمل كده. قال عملي قائم على الاحترافيه وتعلمت ذلك من صحف المانيا، واختيارنا لصلاح موفق وعدم اختيارنا له غير موفق بمثابه تقدير لصلاح واحترام له، فاكثر من 50% من الذين صوتوا اختاروا صلاح في المركز الثالث، وبالتالي انا لست شاذا عن باقي الناس. ما ده ما كلام ما فيهوش يعني ما فيهوش جدل. هو قال في الكلام اللي انا شايفه قال كمان ان انا حاولت اعمل لقاء مع صلاح فصلاح رفض يا جماعه، او عمل في حوار مع ناس تانيين، بس اعتقد ان ده ملوش علاقه بالاختيارات يعني. ما اعتقدش ان ممكن صحفي بيتكلم عن الاحترافيه زي دانيال ان هو ممكن، او هاني دانيال ان هو ممكن يقول عشان كده انا هختار حد غير صلاح، اعتقد لا يعني. لكن هو شايف ان صلاح المركز الثالث مفيش حد يقدر يتكلم، هو بيمثل حاجه تانيه زي ما هو بيقول. خلاص ماشي، ده كان موضوع محمد صلاح وازمه محمد صلاح، اسباب كتير جدا ومعطيات كتير جدا. هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي حصل بالظبط. انا مش هقول وجهه نظري لان وجهه نظري ممكن تزعل مني ناس. انا شخصيا بحب اتعامل باحترافيه كبيره جدا، شايف ان محمد صلاح لما يكون رابع لعيب في العالم حلو قوي، انجاز لينا كلنا كمصريين ولمحمد صلاح. عايزين التصويت، وفي فرق صوت كبير جدا يعني، مش هو محمد صلاح ما زعلش ان انت صوتك هو. اقول لكم الحته اللي ممكن يزعل منها ايه، ان انا مثلا كعبد الحميد حسن انا هصوت، انا صوتي مش هضيف لمحمد صلاح ان هو يكسبه، لكن هو متوقع ان عبد الحميد حسن كمصري هيختار ان انا كمحمد صلاح كمصري. هو ممكن يكون زعل من كده، واكيد هو زعل من كده، لكن لو اتعاملنا معاها كاحترافيه يعني، محمد صلاح لو اتعامل كاحترافيه، ودايما محمد صلاح بيتكلم عن المينتاليتي وبيتكلم عن الطبيعه الاحترافيه. هل السؤال لحضراتكم، هل من الاحترافيه ان انا كمصري اختار محمد صلاح، ولا من الحب ان انا كمصري اختار محمد صلاح؟ ده سؤال لحضراتكم. طولنا على الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي، عايزين نتكلم معاه في مواضيع كتير جدا جدا. نطلع فاصل عشان نستقبل نجمنا، نجم فقره الاهلي الليله، الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد.